يا يسعد مساكو. انا عندي حوالي فيهن 2 كيلو ليمون اخضر صغير، جاء عبالي اعملهم مخلل. حطيتهم في طنجرة صغيرة هيني، وبدي بلشوا يغلوا، بدي اخليهم يستوي نص استواء. بايا خلينا يستوي نص استواء، شوفوا كيف ضغط الليمونة بكون هيك نص استواء طري جدا، وبعدين بنفرجيكم التالي. صبايا بردنا الليمون وتركنا وشقحنا زي هيك، تفرجوا 4 الليمونة ماسكة، بس حززناها هيك في هالشكل هذا. هاي شايفين عندنا صبايا هون الشطة مهروسة، حطينا عليها 2 ملاعق كبار ملح. الشطة فيها 1 ملعقة مق يعني تقريبا، هيها او 1 ملعقة كاسة. عندي نص فنجان خل صغير، عندي 1 ملعقة كبيرة حبة البركة، 1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة، هون نص كاسة ليمون، وعندي هون 2 مرتبان للتخليل. بدنا نبلش في الطريقة. ندير الكزبرة الناشفة وحبة البركة على الشطة، وبندير كمان اكيد عندنا الشطة، بنحركها مع الحبة السوداء او حبة القزحة، شايفين؟ وهيك بنبلش في حشي الليمون. صبايا انا دورت على عصفر عندي ما لقيت، وبمضطرة اني احشيهم. المفروض نحط عليهم 2 ملعقة عصفر، مش كركم، عصفر، شايفين؟ اللي بدها تعمل الطريقة بتقدر تعملها في العصفر. هون بنبلش في حشي في الطريقة هاي، حشي الليمون. تفرجوا تفرجوا ما اطيبهن، تفرجوا تفرجوا الطريقة. انا يعني عن جد لازم الكل يجربها. بدنا عبين ما نخلص كل الكمية الحشي للليمون بصور لكم الباقي الطريقة التالية. هاي عندنا باقي الصحن فيه توالي شطة، بندير الليمون والخل عليه وبنحركه شوية عشان ناخذ بقايا الشطة والقزحة والكزبرة الموجودة فيه. هون بدنا نديره على في هاي الأثناء بدنا نديره على المرتبانين اللي عبيناهم، هيهم شايفين؟ بدنا نديرهم على المرتبانين، شايفين؟ هاي لاحظوا أنا ما عبيت المرتبانات، شوفوا لوين المي واصلة اللي حطيناها الملح والخل. وهون عندي نفس الاشي، يعني باعتبار نص بنص. بنسكر عليهم بنخليهم لثاني يوم، وبكرة بصور لكم الباقيات كيف بدها تطلع المي للفوق منه مباشرة. كمان انا طرت منه طلع زاكي.